بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ولازال التواصل الدائم مع هذه الانطلاقات. انتهينا هناك من فئة الثنايا الابكار، وهنا نأتي بفئة ثانية مع الحول ابناء اصحاب السمو الشيوخ عفوا ومن يرقب من ابناء القبائل. نتمنى دائما التوفيق والناموس للاخوة المشاركين في هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز من نوعه. نتمنى التوفيق للناموس لاصحاب السمو الشيوخ وابناء القبائل. زعفرانه ما شاء الله على اول المراكز، تليها مياسه في ثاني المراكز، كلهن تعود ملكيه سمو الشيخ مكتوم بن عمدان بن راشد ال مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الثالث صدوه في ثالث المراكز حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، وفي المركز الرابع ما شاء الله ظرف على رابع المراكز محمد بن سيف بن حسين، وفي المركز الخامس من تأتي الشعلة هنا على خامس المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحمير. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة ما شاء الله في هذا الأداء الجميل، فهو التجمع المميز مع هذه الشعارات الجميلة والمميزة ما شاء الله. يا زعفرانة اللي مسيطرة على المركز الأول، تليها أسامي في أول نداءها هناك اللي تدخل في هذه اللحظات الشاهنية، تليها في ثاني المركز سدوة، وفي المركز الرابع أيضا أول نداء هناك شاهنية، أيضا دخول جميل مع هذا النداء. المركز الأول زعفرانة في أول المراكز مسيطرة حتى هذه اللحظة، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، بينما هناك شاهينية على ثاني المراكز، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة سدوة، هناك ثالثا حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، وفي المركز الرابع ما شاء الله أول ندى بنقول للشاهينية سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد المكتوم بطر بن علي أو بن واس، وفي المركز الخامس ما شاء الله هناك مياسة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. ما شاء الله بلوك جميل أول حتى خمس المراكز، ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشعار الجميل، هذا الشعار المميز الذي تألق ما شاء الله من بداية هذا الموسم بجازاته وانتصاراته، فاندل هذا على شيء ما دل استعداد هذا الشعار في هذا الموسم، سواء في بدايته هذه الانطلاقات ولا هناك عند يوم الختاميات. أتمنى دائما توفيق والناموس لهذه الشعارات صعب الشيوخ وأبناء القبائل. زعفران اللي صامدة تصارع هذا النداء، مسيطرة على المركز الأول ما شاء الله، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الثاني زلهودة أيضا هناك شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، ولكن اختلاف على المضمرين مع محمد بن سعيد بن حلوة، والشاهنية هناك على المركز الثالث، ولا بقول مياسة 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 سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع اللي فيه المركز الرابع هناك اللي هي سدوة حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، وفي المركز الخامس اللي هي شاهيني اللي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي أبو نواس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الأسامي التي دائما أذهب وعود، وهي مع الكوكبة وهي مع السيطرة. هناك ضغوط ما شاء الله على المركز الأول، ولكن زعفران هي الصامدة، هي الأقوى ما شاء الله بأدائها حتى هذه اللحظة، أدائها الجميل، أداء جميل مميز، أداء تبغي الناموس ما شاء الله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، والنقله على المركز الثالث ما شاء الله، ولا الثاني عفوا، الثاني ما شاء الله يبغي هدوء سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم الشاهينية ومحمد بن سعيد بن حلوة، هو في المركز الثالث مياسة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، سدوة ما شاء الله اللي حتى هذه لحظة لن تصدر عليها أي أوامر، هناك مع المضمر حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، هو مع السدوة في المركز
الرابع وفي المركز الخامس هناك شحارة مجيب وحدون بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري ما شاء الله. ها هي النتيجة ونعود للجميلة اللي مسيطرة على المركز الأول اللي مسيطرة على برنامج هذا الشوط بنسميه برنامجها ناموس أداءها ناموس ولكن أيضا من حلوه قادم قادم بن حلوة يدفع بالشاهينية يكلمها بالجهاز لحد الآن ما ظهرت العصام الأبطان ما يبغي لها أي توامر ما شاء الله يدخل بها للإقداميات إن شاء الله ما شاء الله اللي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة على هذا الأداء الجميل ومشكور يا أبو سعيد ما شاء الله على أداء الشاهينية على المركز الأول واللي مسيطرة على المقدمة صامدة على مقدمة الشوط ما شاء الله. التهاني وين؟ تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم والتهاني محمد بن سعيد بن حلوة أيضا ذفها في هذا اليوم العيدي الجميل عيدنا المبارك ما شاء الله. المركز الثاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم، الثالث أيضا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم سدوة، رابعا حمد بن ناصر بن حمد الفهد النعيمي، وفي المركز الخامس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم. توقيت الزمني 6:24:61 الثاني. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم، تهانينا لمحمد بن سعيد بن حلوه.